السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ النهاردة فيديو تكميلي لفيديوهات العناية بالبشرة. النهاردة هكمل الفيديو اللي فات، هكلمكم ازاي تقدروا تعتنوا ببشرتكم في الصيف وتفضل طول الوقت نضرة وما فيهاش اي مشاكل ورطبة. اول حاجة وانا كلمتكم عنها في فيديو منفصل هي شرب المية. لازم تشربوا من 6 ل 8 كوبايات مية في اليوم، وعلشان تعملوا كده انا قلتلكم على ابليكيشن يقدر ينظم لكم الوقت من بعد الفطار علشان تقدروا تشربوا الكمية دي من المية. تاني حاجة لازم تعرفي كويس قوي جسمك وايه اللي يناسب لكل حتة في جسمك. يعني الوش ما بيناسبهوش نفس الكريمات بتاعت البشرة، الرجلين والكوع والمناطق الناشفة دي ما بيناسبهاش كل الحاجات اللي هي تناسب البشرة وما بيناسبهاش حاجات الوش. فلازم تعرفي ان الايدين ليها كريم والوش ليه كريم والرجلين ليها كريم وكلهم مفروض يكونوا بيكملوا بعض. اول حاجة هتكلم فيها هي الوش. لو انتم متابعيني على سناب شات انا عملت لكم ريفيو عن المنتج ده من لوريال. ده كريم نهار بيجدد الخلايا ويشد البشره وبيعالج التجاعيد وحاجات كتيره قوي. الكريم من جوه خفيف جدا جدا جدا، يعني لما تيجي تستخدموه هتتصدموا ان هو خفيف قوي 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 قوي. البشره هتمتصه بسرعه جدا، يعني هيعجبكم قوي. ممكن تقدروا تجيبوا لو انتم من الناس اللي بيحبوا يحطوا كريمات بالليل. انا عن نفسي ما بحبش احط كريمات بالليل، بحب انام كده بالليل بشرتي ما لهاش اي حاجه، اسيبها كده يعني براحتها. فممكن تجيبوا كريم النهار وتجيبوا كريم الليل من لوريال تستخدموه. بس بصراحه انا لما استخدمت ده حسيت ان الخطوط الرفيعه اللي في وشي بدات تقل وحسيت انه هايل. ده كان غالي شوية، هي الكريمات دي غالية شوية، بس الكمية دي هتقضي معاكوا فترة طويلة قوي لان انتوا بتاخدوا كمية صغيرة جدا بتتوزع على الوش كله. فلازم تعرفوا طبعا نوع بشرتك وتروحي تشوفي في الصيدليات الكبيرة الكريم المناسب ليكي، كريم النهار المناسب ليكي اللي تقدري تستخدميه. تاني حاجة الكريم الاستخدام اليومي للايدين يعني الاستخدام العادي. انا برضو كنت عملت لكم قبل كده ريفيو عن نيفيا سوفت، قلت لكم قد ايه نيفيا سوفت قويه. انا بحب الحاجات الصغيره دي عشان بحطها في الشنطه. برضو عايزه اكلمكم عن كريم ايفا. اي حاجه للبشره الدهنيه، اي حاجه فيها خيار للبشره الدهنيه هايله جدا. فايفا عملت الكريم الصغير ده، يعني العينه الصغيره دي زي نيفيا والحاجات دي هايلة جدا. برضو الكريم خفيف والبشرة بتمتصه بسرعة وهايل جدا. فده ممكن للاستخدام اليومي، يعني كل ما تغسلي ايدك تحطي كريم، كل ما تتوضي تحطي كريم، لما تطبخي وتغسلي مواعين او حاجة تغسلي ايدك كويس وتنشفيها وبعدين ترطبيها بالكريم ده. ده كان تقريبا دي كانت ب 4 جنيه، يعني حاجة صغيرة كده. تقدري تجيبي العينات دي وجربيها، لو ما عجبتكيش فما تحسيش ان انتي خسرتي فيها فلوس كتير. بعد كده هنتكلم عن الكريمات التقيلة والقوية شوية. عندك مثلا الكريم ده اللي انا عملت لكم عنه ريفيو من سنة واتكلمت عنه كل يوم بتكلم عنه، هو بالميرز كوكا باتر فورمولا للفيتامين اي. الكريم ده مش محتاج حد يتكلم عنه لان هو بيتكلم عن نفسه، هو للايدين والكوع والرجلين. المناطق دي مناطق ناشفه جدا بتبقى محتاجه كريم قوي جدا تستخدميه عليها. الكريم ده ممكن ما يعجبكوش لو انتم ما بتحبوش الحاجات اللي هي ريحتها كاكاو وريحتها فانيليا والحاجات دي، بس الكريم ده حلو جدا، ترطيبه عالي جدا. بعد ما تعملي باديكير لرجلك او تعملي لها تقشير ولكوعك تقدري تحطي الكريم ده عليها وتلبسي حاجه قطن
تاني يوم هتلاقي نتيجة هايلة جدا. المنطقة نعمت جدا وبقت طرية ومش محتاجة تترطب تاني. الكريم ده حلو قوي. لو انتم ما بتحبوش الكريم ده انا هقولكم على كريم تاني هيكون مناسب ليكم، مفهوش روايح ومفهوش الحاجات دي. الكريم ده هو كريم جالوسيد غني عن التعريف، بس اهم حاجة تجيبوا الكريم اللي عليه العلامة المائية دي اللي هي ان هو اصلي. الكريم ده يعتبر تقيل، ينفع قوي لبشرة جافة، البشرة الدهنية شوية ممكن يبقى مش حلو قوي للايدين او حاجة، بس ده حلو جدا لو انت عايز تعملي سكراب لرجليكي او اي حاجة من الحاجات دي وعايز تستخدمي حاجة قوية. ده تقيل هيثبت على ايدك فترة، يعني بصوا هو عامل ازاي تقيل ازاي، زي ما هما كاتبين هنا ان هو اقتصادي في الاستعمال لان هو ستيكي قوي، فلما دي تستخدميها تاخدي حتة صغيرة وتبدأي توزعيها على ايديكي كلها. ده حلو جدا، اكيد مفيش خلاف على جلوسيد، واكيد برضو مفيش خلاف على فازلين، بس ده من اقوى الكريمات اللي تقدري تستخدميها لايديكي. وبكده يكون الفيديو ده خلص، يا رب تكونوا استفدتوا وعرفتوا ايه اللي ممكن تستخدموه لكل منطقة من جسمكو، وعرفتوا الفرق ما بين الكريمات الخفيفة اللي بنستخدمها للوش والكريمات اللي بنستخدمها المتوسطة اللي بنستخدمها للإيدين والجسم، وايه الكريم التقيل اللي بنستخدمه للرجلين والكوع والمناطق الناشفة جدا في جسمنا. وبرضو ما تنسوش تشربوا من 6 ل 8 كوبايات مياه في اليوم علشان جسمكم يفضل رطب ويفضل صحي. وده كان فيديو النهارده، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتابعوني دايما على اليوتيوب وعلى الانستجرام وفيسبوك اللي اسمهم موجود تحت في الديسكريبشن بوكس وكمان على الشاشه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.